مرارة الفشل، ما الذي جعل الصبي شيخا رغم أنه لم يتجاوز 9 من عمره؟ لأنه حفظ القرآن، ومن حفظ القرآن كان شيخا مهما كان سنه. كان سيدنا يدعوه بالشيخ أمام أبويه، أو حين يرضى عنه، أو حين يسترضيه لأمر ما، خلاف ذلك كان يدعوه باسمه أو بالواد. لم يكن له من وقار الشيوخ شيئا، ونسي القرآن لأنه لم ير. وفي يوم مشؤوم دعاه والده ليمتحنه، قال له اقرأ سورة الشعراء، فلم يذكر إلا أنها إحدى السور الثلاث التي تبدأ بطاسين ميم. بدأ يقرأ طاسين ميم طاسين ميم طاسين ميم، فقال له أبوه طب اقرأ سورة النمل، طاسين طاسين، اقرأ سورة القصص، طاسين طاسين، وبدأ يتصبب عرقا. فنهره أبوه وقال اذهب، فكنت أظن أنك حفظت القرآن. وبدأ يبرر جلساءه أنه صغير السن وخجل من وجودهم، وصفه بالمشؤوم لأنه ذاق فيه طعم الفشل والخزي وكره الحياة، وبدأ يلوم نفسه لأنه نسي القرآن، ويلوم شيخه لأنه أهمله، ويلوم أباه لأنه امتحن.